تدري المخالفين عندنا كم مشروع بالعراق؟ 7000 مشروع مخالف. مثل ما قال دكتور حميد. نعم. طارش، اذا اكتشفتوا فد مشكله بسد الموصل. نعم. تكتفون بالابلاغ؟ سد الموصل. مثلا لا مثلا مثلا يعني مثلا. عندنا وزارات كبيرة، عندنا قاعات كبيرة دي تقوم بها ناس بوزارات. هي سندويتش بلد. ليش قلوا بعيداً القطاع الحكومي؟ احنا علينا كتاب رسمي بتوقيع سيد وزير الداخلية، يروح لكل الوزارات عندكم هاي مشاريعكم مخالفة. القطاع الخاص لا، عندنا جلسة فصل محكمة الدفاع المدني يحال لها ويغرم. عندنا 7000 مشروع من القطاع الخاص مخالفين بجميع انحاء العراق، من البصرة الكركوك 4000 غرموهم، 3000 حناهم المحاكم الجنح. هاي محاكم الجنح شو تسوي لهم؟ تغلقهم؟ يعني مو انتم الماده ذكرتها لو 240 لو 340. يعني مو انتم اللي مو احنا، يعني اذا ما يجي للدفاع المدني مره مرتين نحيل المحاكم الجنح وتوقف.